على آله وصحبه أجمعين. باب الحياء في العلم. حشوتك ما رأيت علمي قد حديثة مركو حلا برانا يا الحشوبة أيو ما رأيت بابي حي مركو حان صومر هاي إن حشوتك وكميديا هاي من الإيمان هنا في عيني هاي وحان صومر لي كتاب الإيمان لكن هذا قابك وشيغي وحوهي إن حشوتك وسن غنين ميد حيرة علمي مرك علمي قال لبرانا يو قفك إنو سن علمي كحشونين وحتى هدو وحي كحشونا يو إنو عيد كالي ما عرفت أسي مرو وعيد كالي إنو يراه دو سوي دي عيدا هدو كحشونا يو مرك تاسا ما عرفت لك قادنا يو المجاهد وحيري المستحي والمتكبر لا يتعلم عن علم قف كي اسكبري ده وعلمي كما عرفتي اسكويني سيدا اما ما عرفتي دتك اقونت لي ما عرفتي اسكويني سيني يودا هي مهبل اد وخ بركتا ادي واد ده انا ايو ميد خيشوده لبداس وخ ما برتان من سياسه قال حديث كان مره ارنتاسي وكحد ان شاء الله تعالى عن أمي سلمة وحلق وري وحلق وري أمي سلمة وحلق وري هند بنت أمية ابن مغيرة ومارتي أمهات المؤمنين هيت كمد هيت رضي الله عنها الله كرمه من قال وحيتري جاءت وحاتمت أم سليم أياتمت رضي الله عنها الله كرمه من قال أم سليم وأدقرنيسين وأنس بن مالك ماركتي هو يدي أديركي أبو طلحنة والدمالي ماركتي مركي الدنبي مقعد أنا أم سليم وحال يرهدا بنت ملحان أيال يرهدا قبر هذه آد وانك سنة يدو الرسول كماركتي أنا سيدا أكنتي أخدميه جاءت ويتمد أم سليم ويتمد رضي الله عنها الله كراد نظر إلى النبي يتمد صلى الله عليه وسلم فقال ذو حيتر يا رسول الله إليه رسول كسيو إن الله ألي لا يستحي كما حشوده من الحق حقا كما حشوده فهل على المرأة قبر دوشي إذا مؤي هاي من غسل قبيس إذا احتلمت هدي أي دفته مركا وحا يتري مركا وحا أذابت كم إذا وحا وقال لقا حشوده هدي أدربتت إنا تشيكتت لكن ظروفت يباهدو أي كوو خصفتي إنا دوحا تشيكتت وآذن كحشون إن حوغا هردع الله سمي سو هذا واحد لقوم مهما عليه يروح واحد لقسي هرمريا سداس سوكر ما في سداس سوكر أيتي ما كواحد تري إن الله لا يستحي من الحق هرودع عسي أسميسي واحد يسوى ودي إني معوقة واحد لقاه الشوظة فهل على المرأة جوارد دوشة إذا مو يهاي من غسل قبيس إذا احتلمت هذي احتلامته واحتلام كواحد يرى هذا مركي جيفك قب روحي وجيفة ومارت كو احتلامه وحيابه جماعي الحريرة مركاس كركي ذا ميحي قويس فقال النبي وحيوه صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء هدي أي بي أركت الفاضك الوحيدة نعم ها قويس بها كركي ذا إذا رأت الماء هدي بي أركت مارك فوق هذا وإلى نور حالة ضوضي الشيغان قفكي سيقو جيفة إنه احتلام يصح سوستو إنه وحكر يوضي لكن بيئي سنجرين حالة داس وحبا قبيس كوا جيميس بيئي وحبا كوركيس وحبا كوما أركن مرديس وحبا كوما أركن قبيس لغا مرة إنه وحكر يوضي لكن بيئي هنا وأركي قبيسا كوا جيبا يوميدا رسول كشاهي وكذلك وحالا ميدا هدوسا وحبا كور يوان ووسن حسوسا إنه وحكر يوضي مثلا لكن بيئي وأركو أيضاً وحا كواجبايا ما ركتي قويس أي كواجبايا نعم إذا رأت الماء هذه أي بيع ركته فغضت أم سلمة وحي دبور شيء يعني وجهها وجه يدي دبور شيء أم سلمة مركة سؤاشة إيوي دينيس أي ما ركتي انت آد وحي شوطي أي وجه يدي دبورت أرنتا الرسول كالهرتكتي هي آد ولويناتي
روايوينك قار كود حكو سو اروري اني تري فضحت النساء ور ام سلمى وانا عبيس دمكي مارك سؤال نوع عاص ورجع على الهرتين اياد ما انت مارك رسولك هرتي سكشت مارك سدا سو كلي مارك وا ميشا اي لهدهي عائشه نعم النساء النساء الانصار يعني دمرك وحا اوغو وناغسان دمرك انصارت يعني لم يمنحن الحياء من ان يتفقهوا في دين الله يعني حشودك امديدين ان دينت الهي اي فهمان لانه ارنت انو كلا هدي لا قرسدو وحا كدلنيسا قف جنابه قبا ان ويسيدو اسخين ويسيدو اديسن اسخين الى صلاه دي اسخين فساد فربنا كدلناي marka arintaasay ma aragtay ay ayaa ka dhalanaysa oo hadii la fahmo in marka laga qubaysto oo marka qofku ay daahir noqoto oo yaani salaadiisa iyo ma aragtay waxa soo dhamo ay u asaxaan markaas faqadad um salama wahi dabooshay ay wajha wajigi dabooshay wa qalat wahi tiri ya rasuul allah ilahi rasuul kisiw um salama ayaa weydiinaysa wa tahtalimu al mar'atu oo dumar kuna madda dabaano iyagoo jiifa maaratay markay wax ku ruuyoodaan ma miliba ka timaada qaal rasuulku xiri naxam ha taribat yamiinuka midigtaadu dhul dhacday oo fabima maxayba yashbahuha waladuha ilmahaydu maxay ugu ekaadaa hadiisan maaragtay dumarku aysan biyo lahayn oysan mini lahayn sidee ilmahaydu ugu ekaanaya sidaasoo kale maaratay marka culimadu waxay leeyihiin waxa laga qaadanaya in dumarku ixtilaamka aysan u badnayn ragga aad ugu badan maadaama yaani ummu salama kale waxay tiri qariibay la noqotay laakiin ay jirto inay leeyihiin sida ma aragtay ummu salama ay weydiisay qaal wuxuu yiri naam ha way ixtilaamtaa ma aragtay biyaha way ka yimaadeen biyana way leedahay taribad yamiinuka midigtaadu dhul dhacday marka ereyadan taribad yamiinuka iyo takiladka umuka iyo way xaq iyo wiilag iyo waxa soo dhan waa ereyo markii hore habaar loogu tala galay laakiin markan dambe canaan laga wado ha ha canaan baa laga wadaa habaar laga ma wado ha Soomaalidu waa dhahday war gablame waxa sameeyay kuleeyin macnaha kama wado habaar kama wado macnaha wuxuu ka wadaa inuu xoogaa kugu canaanto ha marka sidaasoo kale maar taribat yamiinuka midigtaadu dhul dhacday macnaha fakhri ama gacmuhu go'ee sidaasoo kale fabima maxayba yushbihuha waladuha ilmaheedu maxay maarad ku shabahayaan oo macnaha waxa weeye waxaa laga sameeyaa minida ninka iyo minida gabadha ayaa ilmuhu ka samaysmaan sidaa daraaddeed ayaa ilmuhu hooyadeed sidaasi ugu ekaadaan wada dhacan ayay ka samaysmaan marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu miisaaliyay waliba wax la fahmi karo oo waaqic ah oo marka dadka wax baraysid inaad wax waaqic ah wax ugu sheegtid iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka baabku wax loo baabaystay waa xishoodka inaad cilmiga laga xishoon ayaa loo baabaystay baabu man istahya ruuxi xishooday oo fa amara gayrahu asaga gayrkiisa faray بالسؤال سؤال شفري روح يسوي انه سؤال شي كحشودي لكن غير كيسه امري مارتي سؤال شي مثل هذا روح ان سؤال ويدي سيرتي روح هاس سؤال شي ويدينيسنا وحاس ويدينيسد خوغا اد وحشونيسد علمي هنا اد باهنتهي قف كلا ان ترى هذه سؤال شي يسويدي اذا سوك وعن علي وحلقوني رضي الله عنه الله كلا من أوضيه قال وحويري علي بن أبي طالب كنت وحنها رجلا من كاسو مذاء مارت مريدي سؤاد يآت أفر بضانت مارت الجلالة بضانو آد يآت مريدي سؤاد أفر بضانت مارك وحاج جراء قفك وحالي هذا رجل إبتيس وحاك صباح أفر شيء سيد دحوا اسكحون من نحوهم قوني وليه وحاوي باول ونجاس مدي ومثل مذاء مدي جا مركب وحاوي وبيير أو جلسا أو أنت بدلنا وحيسوب حان مركو رج انتشاره أما أمارتي لعياره
maaragtay xaaskiisa markaas maaragtay uu intishaaro dabadeed maaragtay ayaa biyahaasi yaru ka yimaadeen. Marka biyahaas iyaguna waxaad bowlkii lamid yihiin, waa kaadida camal ay lamid yihiin. Waxaa jiroo kale waxa layaa wadi, wadiguna isaguna waxa weeye wuxuu yimaadaa markii ruuxu uu kaadiyo dadka qaarkood gadaashiisa, ama markuu culays iyo dhib badan soo qaado ayuu ka yimaadaa markaas. Marka labadaas waa isku nooc oo kaadiday lamid yihiin, oo meeshay kaa gaareenna waa la iska dhaqaya. Maar qubaysna ma waajibiyaan, dharkii iyo meelasha kaa gaareenna waa la iska dhaqaya. Madi waxaa jira marka maaragtay manidu waa midaan marka insaanka laga sameeyo iyadu marka nijaasa maaha, sida raajixa aqwaal culamaa iyadu nijaasa ma ahan. Calaamaadka ay gaarka uga tahayna waxaa weeye tadafuq, in maaragtay markay soo baxaysaan ay firxanayaan. Waxay gaarku taho sidoo kale lagu yaqaano yacni inuu leeyahay ladha macaansi oo kale, marka taas ayaa lagu gartaa iyadana maaragtay. Qaala wuxuu yidhi, kuntu waxaan ahaa rajula, ninkaasoo madaa'an madi badan. Marka rasuulkan ka xishooday sida riwaayooyinka qaarkood sheegayaan inaan weydiiyo maaragtay limakaan ibnatihi mini, maadaama gabadhiisi aan qabo, inaan arrimahaas kala hadlo jimaac iyo wax la xiriira eriyadaas, arrintaasan ka yara xishooday yii maaragtay. Maanaa sida riwaayada kale ay sheegayso aan kusoo marnay maaragtay kitaabkii hadda ka hor aan akhrinay Cumdatul Axkaam, marka hadalkaasaa meesha ku jira. Waan ka xishooday rasuulka inaan weydiiyo maadaama gabadhiisa aan qabo inaan arrimaha kala hadlo. Yacni waxaa kaloo laga qaadanayaa in sidaasoo kale qofku uu ka xishoodo dadka maaragtay sudagiis iyo sidiyaash sidaasoo kale arrimahaasoo kale inuusoo kala ag hadlay. Fa amartu, marka waxaan amray Almiqdaad, Miqdaad ibn Alaswad ayaa waxaan amray an yas'ala nabiy, nabiga inuu weydiiyo. Fasa'alahu, rasuulku wuu weydiiyey. Fa qaala, rasuulku wuxuu yidhi, fiihi, madiga dhexdiisa waxaa ruuxa laga rabaa alwuduu, waysaqaad. Qofku kaadiyo kale uu lamid yahay waa nijaaso, dharku kaa gaara iyo jirku kaa gaarana iska dhaq, imaarati kana waysaqaado, waysadiina waa kaa jabtay. Sidaasoo kale imaarati macnaha qubays ma waajibiyo ayaa maaragtay rasuulku sidaasoo kale ka hadlayay. Marka ujeedada baabka hadda loo keenay wuduu midna ka hadli mayn waxaa weeye in cilmigii haddii aad ka xishoonaysid oo ay kugu adag tahay inaad ruuxii weydiisid, inaad qof kale amartid inuu kuu weydiiyo su-aashi. Saas wey marka. Baabu dikri alcilmi, cilmiga sheegidiisa, iyo walfutya fatwada fi lmasjidi, masjidka. In cilmiga maaragtay masaajid dhexdiisa lagu sheego, oo maaragtay fatwada futya iyo fatwa waa isla mid maaragtay. Fatwada waxaa la yahaa su-aasha markii ruux la weydiiyo jawaabteeda la yahaa fatwada. In lagu sheego iyadana fi lmasjidi, masjidka dhexdiisa. Macnaha waxaa laga wadaa dadki iyagoo xitaa cibaado ku dhex jiro, ama salaad u yimid, ama maaragtay xaj ku jira, ama masaajidka dhexdiisa ku jira, inaan mashquulkaas cibaadada lagu mashquulsan yahay aysan diidaynin in cilmigiina maaragtay laysweydiiyo oo laysu sheego ayaa laga qaadanaya. An Abdillaahi ibni Cumar waxaa lagu radia allahu canhumaa, allah ka raadu mudee, ana rajula, nin ayaa qaami istaagay fil masjidi, masjidka dhexdiisa. Faqaala, wuxuu yihi, yaa rasuul allah, ilaahi rasuulkiisiyow, min ayna ta'murunaa an hulla, xaggee baad na faraysaa inaan ka xiranno xajkii cumrada. Nuhilla waxaa weeye inaan ka xarmano weeye xajkii cumrana xaggeen ka xirannaa. Faqaala rasuulullahi, ilaahi rasuulkiisi wuxuu yidhi, yuhillu ahlu lmadiinati, ahlu lmadiina wuxuu ka xiranayaa min dil xulayfa, ayuu ka xiranayaa meeshaa dil xulayfa la yidhahda. Wa yuhillu ahlu shaami, ahlu shaamna wuxuu ka xiranayaa min jucfa, meeshaa jucfa la yidhaahdo. Jucfa miya jucfa ha waa jim waay saxwa. Juxfa ayaa ahlu shaamna ka xiranayaan, oo madiinada ruuxadeeda laba dariiq lahoo, dariiq juxfa mara
iyo dariiq maaragtay dul xuleyfa beegan marka hadda lumadiinada waxaadoodu haday dariiqaas maraan kaasna way ka xiran karaan oo midna xagaas galbeedku ku xiga midna waa tooskaas koonfurta wayhillu ahlu najdin reer najdina waxay ka xiranayaan min qarn qarn athacaalib iyo qarn almanaasil intaba waa la yidhaahdaa ayay ka xiranayaan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wayazcumuuna waxay sheeganayaan ana nabiya nebigu sala allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi wayuhillu ahlu lyamani min yalamlam ahlu lyaman waxay ka xiranayaan yalamlam saasay leeyihiin yacni waxa weeye min diqati ibnu cumar waxaa ka mid a xadiidkii qaarna isagaa rasuulka toos uga maqlay qaarna dad baa u sheegay marka qaarkii hadba sida uu kusoo gaaray inuu ku sheego uu yidhi taas rasuulka anigaa ka maqlay laakiin in yalamlam ahlu yaman ka xiranayaan taasi dadku andacoonayaan wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahdo walam afqah haadihi tan dambe oo ah in ahlu yaman ay yalamlam ka xiranayaan kama aanan fahmin min rasuulillahi ilaahi rasuulkiisa laakiin macnaha waxaan riwaayo ahaan oo saxaabadii kale ay ka wariyeen ayaan ku maqlay taasuna macnaheedu maahan in qeybtan dambe ay daciif tahay waxa weeye waa adkeyn uu adkeynayo inuu maaragtay rasuulka uusan toos uga maqlin cilmiga duruqda lagu qaatana waxaa ka mid a qowlka inaad u nisbaydid ciddii iska leh haddaadan toos uga maqlin qofka inaad tiraahdid hebelaa ii sheegay hebela kasoo maqlay marka sidaasoo kale oo diqada cilmiga ayay maaragtay ka mid tahay marka abwaabta dhan mulaaxada yaro idin sheegi raba waxa weeye kitaabkan xadiid dheer ayuu wuxuu kasoo qaadanaya qeyb markaa ka qusayda marka hadda xaj kuma jirno xajkan ku faahfaahin doonaa fiqigeeda laakiin haddeer in masaajidkii dhexdiisii nin uu rasuulka weydiiyey xaggeen ka xirannaa oo masaajidkii dhexdiisii maaragtay su-aal iyo jawaab iyo cilmigiiyo lagu sheego intaas weye inta hadda xadiidkaa naga qusayda maaragtay salaam waraxmatullahi wabarakaatu intaas weye inta xadiidka hadda naga qusayda marka waa shan meelood dulxuleyfa iyo juxfa iyo qarn almanaasil iyo yalamlam iyo meeshii kale xaggay ahayd oo qolada kale ay ka xiranayeen oo culimmada qaarna ay leeyihiin waa marfuuc qaarna ay leeyihiin waa maaragtay waa ijtihaadka cumar xagga ciraaq shan meelood wey marka weliba xadiidkan culimmadu waxay yihiin wuxuu ka mid yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa caddaynaya maaragtay nubuwadiisa iyo mucjisada la siiyey liannahu markaas reer madiina iyo reer yaman keliyaha muslim ahaay marka afar meeloodoo kale waxaa la sheegay saddex meelood oo kale oo aan dadkoodu weliba soo islaamin xagga shaam weli dad kama soo islaamin ciraaq weli dad kama soo islaamin dhankaasu marka inay soo islaami doonaan oo halkan ay ka xiran doonaan ayaa rasuulka ilaahay wuxuu ogeysiiyey qeybkaas wey maaragtay baabu man ajaaba asaa'ila biakhara mima sa'alahu baabu man ruuxii ajaaba uga jawaabay asaa'ila kan wax weydiinaya biakhara in ka badan wax ka badan mima sa'alahu wixii maaragtay uu weydiiyey macnaha sida aan dhowr jeer sheegnayba qofka caalimka ah ama ahlu cilmiga markii wax la weydiiyo dhowr xaaladood uu maaragtay ayaa soo aroortay oo rasuulka ruux xadiis markii la weydiiyo uga jawaabay mar waxa weeye rasuulkaa su-aal la weydiinayaa su-aashiiba la weydiiyeba ka jawaabi maayo laakiin wax kale oo qofka anfacayo u sheegaya matalan nin baa rasuulka wuxuu weydiiyey mata saac saacaddana ilaahay baa cilmigeeda gooni ku yahay markaasuu rasuulku wuxuu yidhi maa cadadta laha saacadda iska dhaafay maxaad u diyaarisay markaasuu yidhi soom badan iyo salaad badan iyo uma diyaarine laakiin maaragtay uxibullaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisaan jeclahay markaasuu rasuulku wuxuu yidhi anta maca man axbabta ciddii aada jeclaysatay ayaad maaragtay la leedahay marka taa loogamaba jawaabin dhex kala maaragtay loo sheegay bal marka qaarkood waxbaa la weydiinayaa markaas wuxuu uga jawaabayaa qofkaas
وحلا يقفك سؤال شو إنه كغل ده أنت سير الحديث من سؤال شيء الله صح يا وح وسهل لنا لو شيء قاعد إذا حديث كان صوص هذا كله مر وح ما لو جسي دريع وحي ويدي هذا هل كانوا كلو كوا ذا وحي ويدي أي وح لو جسي دريع وعنه وحال جوري رضي الله عنه الله كلا نوضي أن رجلا يسأل النبي نبي ويدي نبار نبي ويدي مكا محو ويدي ما يلبس المحرم قفك محرم كأو محو حرنية قال رسول كحويري لا يلبس حرن مايو القميص قميص حرن مايو ولا العمامة عمامة حرن مايو قميص مكا وشاتيكا أما قميص كوين لبضبا ووح والباء ماركتي حبنتي سويري وماركتي قعنتي وكلا جيركي سقاب وجرى مركا ولبضب ويا قميصك ولا العمامة عمامتنا ماركتي حرن مايو ولا السراويل السراويل حرن مايو كستوم سروال وين وحنا واسلمت ولا البرنوسة كوفيدا كل جن قميص كنا حرن مايو برنوس كمركا قلادا المغاربة دا أيو ما عرفت أي أبداً وقميص كوفيدي كو حرنته ها كواس وكل أسميسين تحسنا ما عرفت حرن مايو ولا ثوباً مرنا حرن مايو مسه وطابتي ورس ما عرفت هروت أو أمسه زعفران والزعفران أو الزعفران أم الزعفران مسه الورس عفواً ألا إلا ذا هروت وطابتي أو حيابة عرفتها أو الزعفران أما كلر كاس زعفران كالو سمي فإن لم يجد هدي أو سنهلينين أن عليني لبكبوت هدو سنهلينين مالك أن نعلق هذا وحلقه وضع أنقوغة وحكه السي وكب أن قارينين أنقوغة وكه السي دا يا نعلق هذا لقه وضع هدو سنمرك اللبا ماركتي كبود وماركتي ساند لهو aan buud ahayn oo daboolayn haduu san helaynin oo buud kaliya uu heli karayo faliyal bas al khufayn ha xirto laba khuf marka khufki waxa soo helaya kabti daboolad ee maqaarkii ruuxadiisa waxa soo dhama soo galaya ha xirto wal yaqdahuma hana kajaro hatta yakuna ila ay ka ahadan labada khuf tahta al ka'bayn labada أنقو هوستون مركا هوست نوع سيدا داتكو حوغا أسورة يسكران ماها وحوي دنكاس عربت الدنباح أيها لغا جريا ولوضا أنقونا أنقو كالدنبايس انتاس دنباح لغا جريا مركا قيبتاس دنبي وقدال سيدي كوباه ورقشي وان قدال كفران إني مكاس نقضان مركا قيبتاس لغا فرويا ما هن معناها إن أنت إنسان لوج جري يدو إنسان ولقو جرت مركا وقيبت الدنب وعربته أو لوضع أنقو قد كجلا على إذا أيام لوج جري يا ويمان سيسان ذلك يو كله أساس لوج دقي يا ويمان مركا حديث كانوا كلا رسول كوحل لويدي قف كمحرم كأوح حرني مركا رسول كوحوش يا جي وحوس الحرني لأنه وحى ليرهذا وحى قف وسن حرنين ووح كوبن لكن وح حرنين وح كوبن ما مك أنت كوبناد أو لود ديري الله شقي أنت سهينا والجو قولي حوي مارك مك سيدا صادب دمارك تي لوجو سمي أو بأكثر مما سأله ويو كوان وحى سحرنا يا أيو إن لوجو جوابي هاد لكن وح ليري أنت وح سهين انت اسم حرنيو لكن واحد كلا ولا اقول يا ويما مرك سؤال شيء سالك هذا كسب معي زي جوابتي ما ولي معناها باب كان وحا ادي اد ماركتي او سيها بون حديث عن بخاري شرط دي ساهين او ماركتي حديث بخاري بلوغ مرام او هري رسولك وحي ويديان بدان كورينا ماركت بييرانا ودنا ماركتي حدي ان بيهاس ودنا عبنا وان اومينا مركا بده هي هذا استعمالك أنا مركا زو رسولك وحوي لبش وشاجي سؤال شو دينه وشاجي سؤالك لو لحري بتون إنك بده بيه هذا ظاهر نبي هذا ويدي وحوبها كرا بده وحي كل أنت حلال سوى حرام مركا يدينه وأوده
والطهور ماءه الحل ميتته مركا و اكثر مما سال هو ايغو ظهارده كليه ويدين اسنا و هو اوو دراي و خي ما ركتي بختيه او بدا دخيده ما ركتي حيواناتك بدا دخيده اه بختيه ان اي ما ركتي ايغونا حلاليه لا يلبس حرن ماي القميص القمص والارك كرتي دوتو قاركوت جمع كدغان جمع قميص و انا هذا قميص ودغيه لكن قمص واجرته ولا الامامه امامن حرن مايو ولا السراويل السراويل نحرن مايو ولا البرنوس ماركتي برنوس ماركتي كان مدحا او لخيره نحرن ماي ارنتان او دن انت دنبه او ديبك لخريبت مويان زعفرانكي ورسك انت هو رغي خاصه اه دومك وحاي ربان اي ماركتي حركه دومك وحاي ربان اي حرن كران او ايغا لوما ديدنا ديرا ايو ماركتي garbasaar iyo muxuu ahaa kii qimaarkii lagu daboolanayay iyo saraagish waxa soo dhan looma diidan ayaga marka taas baabkeedan ku sheegi doonaa faafay doonaa hadii ilaahay marka waa mahduraat al-ihraam ali hada qofka muhrimka ah waxyaaba ka mamnuuca kitabkii umdatu al-ahkaam ku sheegney ila iyo sagaal meelahaasi ahaayeen dharkaana kamida arafta kamida waxaan loo ogoleyn maaragtay nikah looma ogola inuu ugaarto maaragtay looma ogola waxyaabaha soo dhamaan loo ogoleen fa illam yajidina alayni hadusan laba kabood helin laba kabood marka saad dalal laga wadaa fal yalbasha hirto qufayn kabaha daboolan buudka wal yaqdahuma haraka jaro hatta yakuna ilayka hadan tahta alka'bayni labada anqaw hostood ilayka hadan marka xadiidkan marku madiina ka soo baxaya la weydiiyo marka saas u sheegay laakiin markii uu muna joogay waa la weydiyay hal la gooyo kama hadlay marka culimada qaar waxay leeyihiin tan dambeeydiyo waxba la gooy maayo sideeda loo isticmaalaya qaarna waxay leeyihiin xadiiskaas hore ayaa kan qeydiyay oo kan oo jarida sheegay inuu ka kala oo aan sheegaynin uu qeydiyo taasa camalku u badan yahay culimada suuudiga oo kale ay leeyihiin taas tan baad dambeeyday iyo carabilada ساسي أبداً يهين مارا كتاب الوضوء ويساقاتك كتاب كيس مطبعاً كسوا بحناي هذا سدح كتاب كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان إيه كتاب العلم كتاب كأفراد أيانا كان مارا تكجلين مارا ويساقاتك كتاب كيس مارا كتبت سيدة بضان في قيقاءه كتاب الضهاري دهان مارا أسا ويساقاتك إيو غسلك إيو حيدك إيو وحاسو دن استنجد اسغي هوس كينا لكن كانو كتاب كتابو كدي كتاب الوضوء كتاب الحيض كتاب سداسو ماركتي ودا ان شاء الله تعالى marka wudu ya wudu aya kala jira wudu hadii la korrigo oo wudu la yiraahdo wa biyahr wahdu hadithatu akidun rasulka wuxuu weydiistay wudu wudu macna biyo in loo keeno biyo lagu weysiisanay wudu hadii la yiraahdana waa ficilkii qofku weysada uu sameeyay weysa qaadashada uu cadeeyo marka sidaas ma aragto ogaada babun la tuqbalu salatun salat lama aqbalo bighayri tuhurin tahara laana salat aan weysa lahayn lama aqbalo marka culimadu waxay leeyihiin sida xadiiskan ku soo socota qabuulka marka qaar koodna waxa loo jeedaa ma ansaxayso sida halkaan oo kale marka qaar koodna waxa loo jeedaa yaani waa ka gudantay laakiin ajir malihid laakiin hadda waxa laga wada la tasih ma ansaxayso waxna waa waxan jirin oo kale la tuqbalu salatun salat la aqbali ma bighayri tuhurin on dhahara alhayn ana bi hurayrata waxa laga wariyay radiyallahu anhu qalu huwa qala rasulullah ila rasulki suhuri la tuqbalu salatu man روح سلادي سلام أقبله أحدث ما رأتي حدثي ومعناه حوي ويسد وكبرتي حتى يتوضع إلى أكوي سقاته مرك أحدث وحتى لقوا ذا ما خرج من السبيلين يوحك سوى ويسد برية ما رأت وردد الكميت هاي سيدا سوكلة سيدا الراجح أنا الكميت هاي ما رأتي taabashada maaragtay masuud dhakar
سداس وكله إيو ما خرج من السبيلين كذي سحردي إيو معركتي فساقي وحصرا إن معركتي قفكي وحص كرعان سلادي سلا أقبل ما يوم ما أنصح ذوي حتى يتوضأ إلى أكوي سقاته. قال رجل نبا وحير ومن حضرموت ماشى حضرموت لراء يمن كيمت ما الحدث يا أبا هريرة أبا هريرة وحدث معي يعني وحول ما ذبح ليهين وحاجر مصطلحات وإسلام كليين حدث لما أقوانين ماركتي فقهي حديث ككور مارك حدث مارك ويري وهلا كرم ويها ومصطلح ماركتي إسلام استعمالي أن هروي مارت عربتو استعمال جرين قالوا حيري مركة فساء فساوي فساوي هي وضوء أو مثلا ضراد مركة فساء هي ضرادكو لبضو الريح فساء هو مدى أن عدك الهين ضرادكو نوى مدى عدك الهين لبضا سوي مركة مركة ولبضا سوي مركة لبضا سنكو مكو بنين لكن أسوي قاب وفهم كري أي وشيء ولي من بابي ماركتي الأدنى على الأد أعلى كي هو سو وشيء ككوري مركا وكسي دروي مركا هذه ماركتي ريح دان وجبيسي وهي كسي وين واك جبين ياوي مركا سيدنا سو كلام مار بس أسوي وشيء مركا إنان صلاة دي سلام إنسان سعيد أو مفتاح الصلاة وفرها الغوغة للصلاة ويسيدة وحال الله قبحانا واتسليم تمارك باب فضل الوضوء ويسقاتك فضل جيس مارك هل كان مارك تيوحو كسو بخاري كتاب كيسوين ومارك تيوحو كسو قاتا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق مرك حديث آيات سقطة مرك ومعناها قفكو حوي إذا قمتم إلى الصلاة مرك علماء وحير هذين ومرك استوقات صلاة جليس حتى أدوي سقف الدنيا مساء ومرك هذا ويسقفين مرك وحير هذين والله بمت محدثين مرك ويسد كبرتو والصلاة أتجل ربتين يعني مركز ويسقطة ويما أما وحال جوا ذا إذا قمتم إلى الصلاة يعني هذه حتى أدوي سقبتين ندبا أما استحبابا هنا تكسي ويسقاتي ويفعانته وتجديد الوضوء ليلا نور على نور ويسد هذا عصبون مثل هذا صلاة فرضة كده كديد هنا أتكلم عن إسكو ويسيتي سيدا سوكلة مركب مركي هرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مركست الصلاة والبقوني ويسقاتي جري marka maalinkii rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo makkah furtay ayuu rasuulku salaadiyo dhan hal weys ku dukaday marka umar baa weydiyay oo wuxuu yiri muhaajir maanta waa xaalkaadu waa isbedelay salaad walba aad weysay maanta muhaajir marka rasuulku wuxuu yiri amdan fa'altuhu yani kasban u sameeyay inay banaanta macna qofku haduu san weysid ka jabin inuu salaad ha dhan saas maalintii sidaas uu kala soo xiri باب فضل الوضوء ويسقاتك ويسقات الشذا فضل جيدة وعنه حال جوريه رضي الله عنه الله كراد النقد أبو هريرة وحال جوريه الله كنا قالوا حيري سمعت رسول الله إلى رسول كسان مغلي يقول سورني إن أمتي أمتي إذا يدعون ولوي إلى يوم القيامة قيامة مالك إذا غرا حاليهم كوجل على نو وجي عدوي معركتي جمع أغر وإمار مرك أصل كان وحالي هذا لمعة لمعة بيضاء في جبهة الفرس فرس كجلالانو برعت وفرس ككتالة لير هذا مرك مر والبن وحاله استعماله في الجمال والشهرة وطيب الذكر يعني قروح ذا يقف كمالت على مد مقطع ينور كوجه كسارا يلولجدا يدعونا ولوير يوم القيامة غرا حاليا كو وجه على عد محجلين حال ايهين كوح من قرنو حبنه ويسدو عديهين من آثار الوضوء ويسقاتك راتك سدرادي
ayaa wejigooduna la cadcad yahay, gacmahooduna la cadcad yihiin. calaamadaasaa maaragta lagu garanaya. ee faman ruuxi istadaaca awooda oo minkum adinka in kamida an yutiila inuu dheereeyo qurratahu bariirtiisa, ama maaragtay wejiga cadaantiisa ama galalnaanta qofkii raba inuu dheereeyo, yani falyafcal, ha sameeyo wey maaragtay sidaasoo kale. marka riwaayo kala ku qolan watxjiilahu maaragtay xubnihii cadaantoodu inuu dheereeyo haddii uu doonayo sidaasoo kale. marka weysada sidaad ogtihiin maraafiqda waajib ah ilaa maaragtay xusulka, lugahana sidoo kale ilaa anqawga. marka xadiidkan marka qeybtan dambaa laysku hayaa, shaikhul islaam ibnu taymiya iyo culamo kale waxay leeyihiin qeybtan dambe faman istadaaca minkum an yudiila qurratahu falyafcal, yacni waa mudraj oo maaragtay abu hurayra ayaa maaragtay ku fasirtay xadiidka, laakiin xadiid ka mid maha. laakiin sida raajixa waxa weeye inay xadiid ka mid tahay, oo maalan meeshii halkan ay ahayd inaad dheeraysid ilaa iyo maaragtay halkaas garabka ka hooseyda oo maaragtay jinta cududa ah, meeshii ay halkan aheydna in yaro la dheereeyo ilaa halkaas la keeno saaqa ah, sidaasoo kale maaragtay. culummaduna marka waxay leeyihiin qurrada iyo maaragtay iyo taxjiilku luuqad ahaan qaabkay u leeyihiin in loo qaataa fiican, oo maalan qurra wacnaha halkaas in laga bilaabo ma noqonayso, galaalku halkaasuu ka bilowdaa. marka waa un in tintii kamid ahoo yar in lala qooyo oo si loo hubsado maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib, sidoo kalena sidaa shinshada halkaas loo geeyo. laakiin looma yaqaanay dhaheen taxjiilka ilaa iyo wax jilib ka sarreeya in la geeyo, garabka iyo in la geeyo looma yaqaan. waxaa loo yaqaanaa ilaa halkaas, ilaa halkaas. maarat ibnu baaz oo kitaabkan ajzaada hore fatxulbaariga asalkaa tacliiq ku sameeyana wuxuu leeyahay waa ilaa iyo saaqa, ilaa waxa uu leeyahay cadudka, halka labadaas wey leeyahay. in haddii la sara mariyo la geeyo waajibna ma ahan, waajibku waa ilaa anqawga, ilaa halkaas wey maarat. marka ina ummati yudcawna yowma alqiyaama, marka in weysadu ay ummaddan ku khaas tahay ayaa culimmada qaarkood ka fahmeen, laakiin sida raajixa waxa weeye weysadu inaysan khaas ku ahayn, laakiin xaggaas calaamada iftiinka inay gaar ku yihiin, oo maaragtay wejigooda iftiimayo, gacmahooduna iyo lugahooduna iftiimayaan, iyo maaragtay dheerayntaas ay dheer tahay wey maaragtay. baabun laa yatawadau, kama weyse qaadanayo, min ashaki shakiga, xataa yastayqina, ilaa iska hubiyo. marka waxaa weeye masaladan maalan salaadii subaxaad weyse qaadatay, duhurkii baad joogtaa markaas, marka waxaad ka shakiday inuu meelo badanaad martay ama weysadu kaa jabtay, shakigaasu weysadaadii buri maayo. oo waxaa la yidhahda qaacidadu waxa weye baqaa'u maa kaana calaa maa kaan, ilaa laga hubsado wax rasmi inay bedeleen, xaalku siduu ahay inuu iska ahaado ilaa aad ka hubsatid waxa wixii hore dooriyey. marka waxaa la yidhahda alyaqiinu laa yuzaalu bishak, yaqiintu waxa weye weysaad hubtay, shakiyaa ka dambeeyey, shakigaas laguma zuuliyo marka. laakiin soomaalidu si kale u isticmaalaa, haa shaki yaqiin uga baxay kuleeyihi, haa tan bilcagsi xogaa tan uu isticmaalaa shaki yaqiin uga bax. laakiin waxa weye yaqiintaad haysatay waa inaad weyse qabtay, haddii shakiga ka dambeeyey waa halkaasuu ka baxaya. yacni masaladana waa qaacida weyn oo culummadu maaragtay isticmaalaan oo baabka khaasatan usuul fiqiga qaacida weyn ah, haa yacni wax baab walbay geli kartaa ay kuleeyihin. maalan hadduu nin ka shakiyo nin naagtaabaad iska furtay, haa asalki muxuu ahay inuu qabo soomaa wax shakigaa dambe faraha ka qaata, hadaa isku xanaaqdayne, haa sidaasoo kale. marka waxa weye waxii siday ahaayeen in lagu daayo ilaa laga hubsado wax bedelay inay jiraan. baabun laa yatawadau min ashaki, shaki ka weyse qaadan maayo xataa yastaqina, ilaa uu hubsado. laakiin marka hore
إن يقين لغوها يو أو إن سواء صلاة سواء مثلا ويسيستي وطاس إيكوه ريدي عن عبد الله بن زيد يزيد وأنا يقرأ لكن زيد أنكو أغاني كان يزيد أنكو أغاني كان أوكي وحان رجيني يا كان مقع يسئنو يهي عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أدي يزيد من القرآن، تمام يزيد من القرآن، تمام. لكن واحد أوجه هاي إن نكان ينكر اسمه مجا، لو ذنوا أنصاري، مرك علماء ذو حكوا كلا فرقيان، نكان وحالي هذا ساحب الوضوء، مجا اسمه مرك حوي عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، مرك يا عبد الله بن زيد صح، كتابك أصل كان أساسا كقرآن. مركه وحوي قال الراع يقطرع إن أنا أسكن غوي ها عبد الله بن زيد وين كان مجلس مركه نكى وحالي هذا لأنه علماء ساحب كل فرقي كان وحالي ساحب الوضوء يعني حديث كانوا وريي ويسقاط كمارك كفاه فاينا رسولك إلى الوضوء يسح ككلا مركه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ننكا كلانا وحالي هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربي كاسنا مركو عن كوي هاي ساحب آذان الرسول الله ننكي آذان كرو يوضي وين كاسنا آذان كننكي كرو يوضي وعي ومارتي رسولك وشيغي ورسولك ومارتي وكوافقي عمرنا ويجي مركا كبعد أن سلاح سوكالي هيان أركي مركا سلاح سمارت وقرت عدو يزيد قراني هاي وعبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وحلو رضي الله عنه وقال لك رضي الله أنه عبد الله بن زيد شكى إلى رسول الله إلى رسول كيسو وشيغي الرجل وحو ويديي وقعد شكتي ويديي الرجل الذي ننكاسو يخيل إليه لما تسينيو أنه يسوي يجد الشيء إنه شيء هليو في الصلاة صلاة الإحديدة يعني إن حدث ويسد إن كبروا يسوع أما إن يفك إيمان يسوع أيه لما تصين يعني كا رواي من قارك الحارك دون تا قارن يقول أمان شكية وحلوش يعني لكن واحد كان واعد يشكى ويرى لأنه السجع عبد الله بن زيد واحد يسار رسولك ووشيكتي أنه عبد الله بن زيد شكى إلى رسول الله إلى رسولك يسوع ووشيكتي ومارت وقد دعوذي ومارتي أن الرجل أن الذي نكاسه يخيل إليه يسجل لموتينيو أنه يسجو يجد الشيء شيء إنه هليه في الصلاة صلاة الحيدة يعني وأنا من أسلوب كأشي كمثل مثل هذا حوجا أرين لقح الشوداء كهالي نادع وحاس هذي وي ما دين كور نادعهم وإن ترى نن هذي وحاس كل عام ها شذي هليه شذا سوكر لأنه السجل واحد دي سي أيها سؤال شان ويديني يا رسولك لكن وحوك وحد كورا انتا يويري الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء ها ها لكن أنا وحاس قد عان ينو سجل لي حيور هو ها ويرادو نين وحدي وحاس قد عان سيدا حالك نغانا يا سيدا سوكال بارك هو أسلوبك وناكسن أو سؤال شا أي كميت هاي مارت الرجل أن أيو مارت أشياء الذي نكاس يخيل إليه لما تسيني أنه سو يجد الشيء شيء وهلية شيء أنا وحلا جوذا إنه ورسيد كبروس في الصلاة صلاة الحيد قف بصلاة كجرا مركاس وحلا لما تسيني إنه ورسيد كبرتي وحسلي هاي وحابكات مدب مارك تي نف بكاتي فقال الرسول كحويل لا ينفلت يا لا ينفتن يوسن صلاتك بحنوي أو لا ينصرف أما يوسن صلاتك بحنوي مالك حتى يسمع صوتا إلى عدك مغلو أو أما سيجد أكهر ريحا أر إلى أركي أدمغشت أما عدك هذي أركي إن أرسيت أما عدك هذي أدمغشت مويان يعني وحال غسي أتكيني إن أدوحي واضح أهبستي لكن علماء وحليهن أديو عطكينا عن مغلين أوركينا عن هيلين أياد هبسكرتا
marka waa xaqiiqda unbaa laga wadaa. haddaad hubsatid inay wax kaa yimaadeen, markaas maarat salaadii waad ka bixi kartaa. marka halkan maalikiyadu waxay yidhaahdeen salaada dhexdeeda un weeye, hadduu salaada dhexdeeda ku shakiyo salaadu iska sii wadanaya, laakiin salaada isagoon ku jirin ayuu is yidhi weysadii tolow makaa jabtay, markaas kuma jirtay yidhaahdeen. laakiin jumhuurul culamaa waxay leeyihiin salaada dhexdeedaaba sii adagba, haddii salaadii dhexdeedii la yidhi salaadaada iska wado iyadoo salaad ku jirin iyaduna min baabi owlaa wey. marka baabkan waxa loo caqiiday waxa weeye weysada haddaad ka shakidid ma kaa jabtay mise kaama jabin, markii horena aada weyse hubtay inaad weyse qaadatay, waxa weeye shakigaas waxba laga soo qaadi weyo maaragtay. marka baabkan wax cuduro badan ayuu maaragtay daaweynayaa, oo xataa dadka qaarkood iska dhaaf wax subaxdii hore ay sameeyeene, isagoo masaajid shaacal suufi waxaan ku arki jiray nin baa salaada weysada bilaabaya markii la aadimo, markaasaa salaada markii laga baxo kabacdii uu soo baxa. dhibaatada ninkaas haysata gabaro wejigii uu dhaqayaa, marka shaydaanka wuxuu leeyay wejigii maadan dhaqay, markaasuu ku celinaya, markaasuu ku celinaya labiyo toban salaadii waa maaragtay. marka markii salaadii laga baxo ayuu soo baxayaa, marka salaadii jamaacadii waa dhaafi, wax walba waa dhaafsii. marka taasoo kale inaad maaragtay iska dhaaf wax saakii aada samaysay oo weysadii ahayd oo aada ogeed ayaadba wax ku dhistay ood ka shakiday oo laga dhigay wax toosane, wax hadda aada samaysay inaad ku celceliso waa haddana waa israaf saddex jeer wax ka badan xataa lama ogolaba, dhulmi weeye qofkii ka badiya, waa macnaha waa tacaddi iyo xadgudub weye maaragtay. baabu takfiifi fi lwuduu, weysada maaragtay in la fududeeyo, weysada in la fududeeyo macnaha waxaa laga wadaa weysada saddex siyood ayay maaragtay ku ansaxaysaa in saddex jeer laga dhigo waa sida ugu fiican, lagamana badi karo. in labalaba jeer laga dhigo way bannaan tahay, in hal mar laga dhigo iyaduna way bannaan tahay. weliba macnaha haddii biyuhu kugu yar yihiin inaad halmar ka dhigtaa lagaa rabaa si aysan qaybta dambe kaaga dhammaan, biyo halal mar kugu filanaad haysataa, marka saddex mar kama dhigi kartid si aan lugihii iyo qaybtii dambe aysan kaaga bannaanaan. marka waaxidaysi ayay soomaalidu dhahaan waa yaqaaniinba. baabu takfiif, fududeyn fi lwuduu, sidii la fududeeyo. can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma alla ka raqdan anna nabiya nebigu sala allahu aleyh wasalam naama wuu seexday xataa nafaqa ilaa uu quuriyey, uma intaa dabadeedna sallaa wuu dukaday, walam yatawada maaragtay mana uusan weyse qaadan. rasuulku wuu seexday ilaa uu quuriyey, dabadeedna wuu dukaday mana uusan weyse qaadan. marka hurdadii weysadii kama burin miya? marka waxa weeye sida maaragtay sugan weysada waxaa loogu sameeyey markii qofku ay seexato, liannahu jiifku wuxuu madanna u yahay ama loo malaynayaa in qofku markuu jiifto uu maaragtay xadad ka yimaado uusanna ogeyn, sida rasuulku maaragtay uu xadiidaaba sidaas ahayba labada indhood waxay u yihiin afmeer maaragtay dabada oo u yihiin nikax, markii indhuhu seexdaan dhanka kale waa inuu furmaa maarat khatar u tahay sidaasoo kale. marka rasuulkana sala allahu aleyh wasalam xaalkiisu waa ka bedelan yahay, oo ambiyada sidaad ogtihiin naxnu macaashir alambiyaa indhaheennaa seexda laakiin qalbigeennu ma seexdu, marka qalbigiisu soo jeedaa sidaasoo kale, jirkii waa ka raxaysanayaa laakiin qalbigiisii maaragtay waa soo jeedaa. marka weysadu markaa ka burumayso asiga markaasoo kale. warubamaa qaala, inuu yiriyaa laga yaabaa iddajaca wuu seexday xataa nafaqa ilaa uu quuriyey, uma qaama wuu istaagay fa sallaa wuu dukaday. marka xadiidkan hadda kama muuqato weyse la fududeeyey kama muuqato, laakiin waxa weeye riwaayadkiisa kaamilka ah
oo asalku u qoraayo ayaa wuxuu sheegayaa hal hal mar inuu rasuulku uu maaragtay weysadii uu ku weysaystay hal hal mar maaragtay sidaasoo kale. marka cabdullaahi ibnu cabaasna waana habeenkii uu maaragtay habaryartii la seexanayey ayuu axkaamtaas weysadiisa iyo salaadiisa iyo waxaasoo dhan kamida uu maaragtay soo guriya. can ibn cabaasin waxaa lagu radi allahu canhuma ana nabi nabigu sal alay slam naama inuu seexday xataa nafaqa ilaa uu quuriyey uma sallaa wuu dukaday walam yatawada mana uusan weyse qaadan warubamaa qaala inuu yiri yaa laga yaabaa id dajac wuu seexday xataa nafaqa ilaa uu quuriyey uma qaama wuu istaagay fasallaa wuu dukaday. marka rasuulku hurdadu weysada kama jabijirin. marka taasoo kale wmaata baabu isbaaqi lwuduui weyse qaadka dhammaystirideeda isbaaqa waxaa laga wadaa in weyse qaadka la dhammaystiro. takfiifkana waxaa laga wadaa in halhal iyo maaragtay sidaas kaloo lagu dukado. marka halhal waa la ogol yahay, laba labana waa la ogol yahay, saddexna waa sida ugu kaamilsan lagamana badi karo. rasuulku wuxuu yihi qofkii ka badiya faqad asaa wa dalam, wuu xumeeyey waana gardaruuna sameeyey. can usaamat ibnu zayd waxaa lagu wari radia allahu canhuma allah kala nunuqde qaala wuxuu yihi dafaca rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu wuxuu kasoo tegey min caraf carafu kasoo tegey. dafciga waxaa la yidhahdaa markii meel laga soo laabanayo kasoo laabtay oo afaad uu kasoo maaratay ruqaansadoo kasoo tegey min carafa carafa xataa idaa kaana ilaa uu ka ahaado bishicbi maaragtay labada buurood wadada dhex maraysay markuu maaragtay joogo weeye shicbiga marka taasaa la yidhaahdaa addariiq fi ljabal buuraha wadada dhex martaa la yidhaahdaa oo sida toga sidaas xoogaa godan. nazala bishicbi markuu joogay meeshaas wadadaas buurta dhex maraysay nazala wuxuu ku degay bishicbi meeshaas wadadii ayuu ku degay fabaala markaas ku kaadshay uma intaa dabeed tawadaa wuu weyse qaatay walam yusbiq lwuduua weyse qaadkiina ma dhammaystirin ay khafafahu wuu fududeeyo yacni hal hal mar sidaasoo kale ayuu ku weyse qaatay ama laba laba mar sidaasoo kale. faqultu marka waxaan ku yidhi assalaata yaa rasuul allah yacni turiidu salaata oo macnaha mafcuulu bihi salaada miyaad doonaysaa inaad dukatid oo mathalan waxaad og tihiin maalinka carafo la joogay maqribkiisa wadadaa lagu sii socdaa maa la dukanayo markaas waxaa loo dib dhigayaa cishaha marka markii musdalife la tago oo dee qoraxdiina madoobaatay oo dee cishihii waqtigiisi la joogo markaasaa laysla dukanayaa maqribkii iyo cishihii. marka warka waxaa laga yaabaa in markaan rasuulka uu meesha uu ku weysaysanayo ku kaajayo iyo waqtigii maqribka isku beegan yahay. marka culummadu waxay dhaheen yacni ninkan ma uusan ogeyn xukunkaas in salaadan la dhigi karo, marka ma salaadii baad doonaysaa oo waqtigii maqribkaa taagane sidaasoo kale ayuu ku yihi. culimmada qaarkoodna waxay ku yidhahdeen waxa la yidhaahdo waa iqraa assalaata yani war macnaha rasuulka inuu ku boorinayo war salaadii rasuulka salaadii baa taagan haa salaadii baa taagan sidaasoo kale inuu leeyahay salaada ogow yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisi ow. faqaala rasuulku wuxuu yidhi assalaatu salaadii amaamaka way kaa horeysa aha salaadii weli lama gaarinoo maanta waa la dib dhigayaa hortaada u soco sidaasoo kale ayuu rasuulku yidhi. farakiba wuu koray rasuulku falamaa jaa'a markuu yimid almusdalifa musdalifa markuu yimid nazala wuu degay fatawadaa wuu weyse qaatay faasbaqa alwuduua weyse qaadkiina wuu dhammaystiray weyse qaadkiina wuu dhammaystiray wey maaragtay. marka weysadii hore wax ka jabiyey lama sheegin marka waxaa weeye in maaragtay nuur calaa nuur ay noqonayso weysada la iyadoo qofku weyse qabo maaragtay uu maaragtay la weysesan karo. waxaa kaloo culummadu ka qaateen xadiidkii hore qofku isagoon markaas salaad dukanayn haddii weysadu ka jabto mathalan uu xadatho ama suuliga isticmaalo inuu iska weysaysto inay fiican tahay leannu rasuulka tawadaa waxaa la yihi fabaala uma tawadaa mathalan barqinkii aad towladka isticmaashay marka inaad markaad aad xadastaba inaad iska weysaysato inay iska fiicanta
oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa yuxafidu lwuduuc ilaa mu'min, qofka mu'minka unbaa weysada ilaaliya. Sidoo kale weyse qabka ruuxadiisa qofka waa ilaaliyaa, marka aaday u fiican tahay. Sidaas kale qof iska weyse qabo waa ay fiican tahay. Marmarka qaarkood xaalaad qofka waxaa ku imaanaya hadduusan tacawudin inuu markii laarka iska weyse qaato, inuu la kulmayo meel aan weysena lahayn waqtigiina ku yimaado. Haa, marka inuu tacawudo qofku inuu caado ka dhigto inuu iska weyse qaato markii la arko weysadu ka burto waa ay fiican tahay. Marka qeybtan dambena markii horena wuu fududeeyey, uuma uusan dhammaystirin, marka dambena wuu dhammaystiray. Uma intaa dabadeed uqiimat isalaatu, salaadii ayaa la aqimay. Fa salla almaqriba, maaragtay maqribkii ayuu maaragtay rasuulku sal alay slam dukaday. Uma intaa dabadeed anaakha rasuulku wuxuu arumay, uma intaa dabadeed anaakha kullu insaanin, ruux kasta wuxuu arumay baciirahu ratigii uu watay, fii manzilihi meeshuu degayay ayuu ku arumay. Uma intaa dabadeed uqiimat cishaau, cishihii baa la aqimay. Fa sallaa, wuu dukaday rasuulku. Walam yusalli baynahumaa, cishaha iyo maqribka inta u dhexaysana wax kale ma uusan dukanin. Oo marka biaadaanin wa iqaamatayni yaa la yidhahdaa, hal aadaan iyo maaragtay laba iqaamo, maaragtay kamana hor dhex uma dhex dhigin wax sunno ah, sidaasoo kale. Marka uma uqiimat isalaatu fasalla, marka labadoodiina waa la isku jamciyay, maqribka saddexaa la dukanaya, cishahana sida riwaayinku sheegeen waa labo, waxaa la gaabiyey waa rubaaciyada salaadaha afarta ah, laba laba laga dhigaa, waa duhurka iyo casarka iyo cishaha. Salaada subax iyo maqrib iyaga lama gaabiyo, sidoodaa loo dukanaya, laakiin maqribka iyo cishahana waa laysu keenaa, duhurka iyo casarka waa laysu keenaa, laakiin salaada subax iyada wax kale looma geeyo. marka isbaaq lwuduu ayuu macnaha ujeedada u keensaday in weysadii la dhammaysto. waxyaabaha dunuubta lagu dhaafana waa ka rasuulku sheegayey isbaaq lwuduu maca almakaarix, waqtiga maaragtay waxoogaa ama biyuu kugu qabow yihiin inaad weysada dhammaystirtid waxay ka mid tahay waxyaabaha dunuubta maaragtay lagu dhaafo. baabu ghasli lwaji, wejiga dhaqidiisa, bilyadayni, labada gacmood lagu dhaqo, min min garfatin waaxida, hal mar dalsi, hal mar oo gacanta lagu soo qaado, haddana labada gacmood layskula dhaqo. wejigii baad maaragtay biyihii ku shubanaysaa, maya gacanta midigaad biyaha ku shubanaysaa ama waa aad darsanaysaa, markaas aad wejiga dhaqaydaad labada gacmood aad maaragtay iskula dhaqaysaa, labada gacmood oo la wada marinayo sidaas oo kale. baabu ghasli lwaji, wejiga dhaqidiisa, bilyadayni, labada gacmood lagu dhaqo, min garfatin waaxida, hal mar, hal gacan oo lasoo daray ama lagu shubay, labada gacmoodna lagu wada dhaqo weye. marka can ibni cabbaasin, waxaa lagu oray radia allahu canhumaa, allah kara nunude, annahu cabdullahi ibnu cabbaas tawadaa, annahu can cabdullahi ibni cabbaasin, waxaa lagu oray radia allahu canhumaa, allah kara nunude, annahu nebigu tawadaa, inuu weyse qaatay, faqasala wajhahu, wejigiiso dhaqay, akhada, wuxuu soo qaatay, garfatan, hal sacab, oo min maain biyo ah, fatamadmada biha, wuu ku san daarsaday, wastanshaqa, wuuna san firdhiyey, cafwan, fatamadmada, wuu ku luqluqday biha, halkii garfo, wastanshaqa, wuuna ku san daarsaday. oo marka waxa weye halkii qurfo ayaa wejigu maaragtay afka ayuu ku shubanayaa, dadana sanka ayuu sii marsiinayaa. marka hal qarfo ayuuna ku luqluqday, sankiina uu maaragtay ku san daarsadayo uu sanka ku jiiday. marka waxaa kala jira istinshaaq iyo istinsaar. istinshaaq waxa waaye marka hore oo biyaha sanka la gelinayo, istinsaarna waxa weeye kasoo firdhinta. marka hal sacab ayuu maaragtay ku luqluqday, kuna san
نقضي وسنكنا وما لك تقول أحسن. ثم أنت دبيت أخذ وحصوغاتي غرفة صعب ومن ماء بيئة فجعل بها هكذا وحيالي سدان. مركا أضافها وحو كدري إلى يده الأخرى كعنتي كلا كعنتو كسوقاتي مهنة كعنتي كلا أيو مركو وجي كدقي أيو يالي أضافها وحو أتيري كعنتي هرو بيها وكسوقاتي إلى يده الأخرى كعنتي كلا كعنتي مديك تهدو بيها كسوقاتي تنو مركو كدري فغسل به ما وجهه وجي سكو دقي. ثم انت دبيت أخذ رسولك سوقاتي غرفة هل صعب ومن ماء بيئة فغسل بها مركا وحكور رقي يده اليمنى قعنتي سي مدك مركا مدك توكسو قادنا يا لكن وحاوي قعنتا بيح أيو مارت كور رقيا قعنتان مدك ويمارت. ثم انت دبيت أخذ وحسوقاتي غرفة صعب ومن ماء بيئة فغسل بها صعب وحكور رقي يده اليسرى قعنتي سبدح. ثم انت دبديت مسح برأسه مدحي سكوم مسحي مرك الرواية دان وحد أم لا ينسى إن مدح أسم بيه أسو قادن أو بيه مارك تقعنت بيه أسو قادي قيانك كهري إنه مارك مدح مري لكن سيدا سماهن لأنه رواية دا أبو داود يمد النساء يا فسرس وشيغ يسوح السوق هذه ثم أخذ غرفة من ماء فمسح برأسي سياسوك يعني صعب السوق هذه وبيئه وليبو حشيه ديسا إنو فرفرني ومركز ومركز مدح كوما الصحي نساء إنو حكوسي الدريبة لقحنا وإسنا كوما الصحي لأنه الأذنان من الرأس لابد لجود ملح كمديهن إنك سو حديث كاس علماء قاركو ذي لين حسن قارنا جديد يعني مارك هدي أد لجها أسوق أدبيات إرادنا حدي بعتا أيادنا ملح ويماء هذا تكون ملح على أدمريسينا وأسدوه كله. ثم أنت أدبيت أخذ وح الرسول سوقاتي غرفة من ماء ماء صعب وبيئه فرش رسولك كشوين على رجله اليمنى لقتي سميدي حتى غسلها إلى أكرق ويمارت مارك الرشة دانو لغمو دو الغوما صحيه بيه با الغوشو بي لأبتيس ميدك إلى أكرقو وغسل لغو حالي راهدو يمسحو وكاللبو غسل لغو حاوهي وبيه إني ماش كدريران مسحوان وقعان تادا إناد كتابتي وقتابتي مارك مسحي اللما أقول إساقو حان مدح أهين لما أقول هذا وجهك هذا أنت بيتوات ساد هذينا ما نقنعش ويس غسل أيام رواق نقد وعوي بيو إلى يقدر يلعن جالسوا كله يسمى بدنان الماء. ثم أنت أخذ وحوقاتي غرفة أخرى مارت سعف كله وبيئه فغسل بها وكل غي يعني رجله اليسرى لقتي سبدح. ثم أنت قال حويري هكذا سياسا رأيت رسول الله إله رسولك سيان كواركي يتوضا ويسوي كويس قادني رك حديث كان وحان وحا سميي وحاوي عبد الله بن عباس ما كان ماشي او هريدي انه عبد الله بن عباس توضا مركا اسغا سيدان سميي دتكي و وحو توسي ويس قادكي مركاس و عمركو دمهستر و وحو يري هكذا رايت رسول الله يتوضا سيدان بان اركي رسولك ويس قادني مركا وا توساله وعمل اه او سداس كلا لو توسي وأنا رسولك وقتي سنة وارد عادي إنه مارتي رسولك صلاة حتى دتك وتصي سوى وقت صلاة أي سنة عين ومارتي منبرك كده كذي سجودي ركوعي سدى سوكله وتصي لف وتصي مارك مارك جديد وهذا وكلية حوية إن قعنتي بيها وصو قدر مديك تهد وجهك الورق الهاي ما هنك كلا أورعيي مارك وجهه ورقه مارتي. باب ما يقول عند الخلاء خلاء مصوشة أكتئة عفوا الكاسن كجوجين يا بارك الله فيك
حبيبي.